اهلا بيكم ومساء الخير. اتكلمنا في الحلقه بتاعت امبارح عن كتاب الشيخ فايز الكندري البلاء الشديد والميلاد الجديد، لنفهم ماذا فعلت امريكا في افغانستان وايه اللي وصل الوضع للشكل ده في افغانستان. النهارده هكلمكم عن افغانستان التي لا تعرفها، وانا ما كنتش اعرفها عن يعني افغانستان. ناس متصوره انها طالبان والقبائل بتاعت البشتون والهزاره والاحداث السياسيه والجبال وتورابورا والمسائل دي بقى. ومسلسل شفته في رمضان كان مسلسل حلو قوي، تمثيل واداء، طبعا فيك الكتاب والكلام ده، كان فيه خالد الصاوي مجموعه اللي هو اي كابل طبعا، فكان برضو من المسلسلات انه التغيير بالفن طبعا، بس كان يعني اي هاجس اي كلام يعني، فاهم ان هو ايه، احنا ندين ده وما ندينش ده، انه تحملها للقضايا السياسية ضد النظام. النهاردة هنتكلم عن روائي مهم جدا. الروائي ده يا جماعة رواية من رواياته او روايتين، باعوا 38 مليون نسخة. انت متخيل 38 مليون نسخة من الروايات بتاعت خالد حسيني. خالد حسيني ده كاتب من افغانستان، هو كاتب امريكي مولود في كابول. فانا هتكلم معاكم عن المرأة في افغانستان، ماذا فعل الغزو السوفيتي في افغانستان، ماذا فعل الامريكان، ماذا فعل الطالبان مع المرأة والتعليم والحياة والمجتمع قبل 20 عاما، وهل هي طالبان نفسها اللي هي موجودة دلوقتي اللي وصلت امبارح واول امبارح دخلت القصر الرئاسي، اللي طلع بايدن يتكلم، اللي 70% حسب استطلاع رأي من الشعب الامريكي مع انهم ينسحبوا من افغانستان. طبعا احنا ضد وجود اي محتل في اي دولة في الاخر، خلينا بس ايه نتكلم. واول رواية كتبها كانت عداء الطائرة الورقية، طبعا الروايات عن دار جامعة حمد بن خليفة للناشر في قطر برضو، يعني ترجمة إيهاب عبد الحميد. الحقيقة ترجم الأعمال دي ترجمة مهمة جدا وحلوة جدا. طبعا مع هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني من أفغانستان ودخول طالبان القصر الرئاسي في كابول، وطبعا زي ما قلت لكم جو بايدن في الكلمة بتاعته امبارح أكد أنه في تحول في الإدارة الأمريكية عن السياسات السابقة، بدأ الجميع منشغلا بطالبان وبما تخطط له طالبان وبما ستفعله طالبان. الحقيقة أنا منشغل في يعني شأن آخر أو موضوع آخر عايز أكلمكم فيه، وهو جل همي أو اهتماماتي المجتمع الأفغاني، المرأة الأفغانية، الحياة في أفغانستان. مين دول؟ بيعملوا إيه؟ زي عندنا مثلا في مصر ريف الدلتا، الصعيد والحضر، القاهرة واسكندرية والسويس، ايه حكاية ايه تورا بورا دي؟ جوانتانامو دي فين؟ طبعا جوانتانامو في كوبا، ملاش علاقة بافغانستان، بس عشان تبقى فاهم. لكن كان فيها اغلب المجاهدين العرب والمجاهدين الافغان، عدد من مصر، من ليبيا، من السعودية، من الكويت، من كتير من الدول العربية. كانت امريكا رمياهم 20 سنة، او هو 20 سنة، بقاله 20 سنة جوانتانامو 2001 بعد ضرب البرجين أو بعد العملية الإرهابية اللي استهدفت 3000 مواطن مدني أمريكي، وأنا ضد ده طبعا، وكانت رد على عمليات إرهابية أيضا أمريكية وأنا ضد ده برضو كانت في أفغانستان. فإيه اللي حصل أو إيه اللي وصل التطور ده أو إيه اللي جاب الأحداث دي؟ إيه البلد دي؟ إيه التكوينة؟ إيه طين البلد؟ ده اللي أنا عايز أشرحه لك. أنا ببعد شوية عن السياسة لأنه كده كده القنوات الإخبارية بتنقل كل حاجة. طيب المجتمع الأفغاني، ناس كتير مش شايفين في أفغانستان سوى طالبان زي ما قلت لكم، السياسة وجبال طرابورة، لكن اللي بيقرأ روايات خالد حسيني هيكتشف أشياء مختلفة. اسمه تحسه اسم عربي. طبعا خالد حسيني ده طبيب وكاتب أفغاني أمريكي عالمي معروف، اتولد في كابول وبيعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. الروايتين بتوع ألف شمس ساطعة وعداء الطائرة الورقية، الروايتين دول باعوا أكتر من 38 أو 40 مليون نسخة. طبعا خالد حسيني كمان هو سفير النوايا الحسنة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. خالد هنا بيكتب تاريخ مختلف جدا للمجتمع الأفغاني، سواء في الحقبة الملكية أو تحت حكم طالبان قبل 20 عاما، عن اضطهاد المرأة، عن الحريات، عن الحروب، عن التطاحن بين مسلمين ومسلمين أبناء وطن واحد، سنة وشيعة، نفس الخلاف الأزلي يعني. رواية عداء الطائرة الورقية بتتناول حقبة أفغانستان سنة 1975. البطل بتاعنا اسمه أمير. أمير طفل عنده حلم أنه يفوز في مسابقة الطائرات الورقية، ومعاه دعم صديق ليه اسمه حسان، لكن الغزو السوفيتي لأفغانستان
يحدث فيهرب أمير مع والده الأرستقراط الشيوعي للولايات المتحدة. هنا يقرر أمير أنه عايز يرجع لبلده وهيرجع طبعا ليجدها بشكل مختلف تحت حكم طالبان. ليه هيرجع؟ لأنه ارتبط مع حسام اللي هو صديقه بقصة غريبة. حسام بعد ما فاز أمير في لعبة الطائرات الورقية، طبعا خالد حسيني في احد الانترفيوهات او احد اللقاءات بيقول ان هو استلهم من فكرة ان مسابقة الطائرات الورق دي من انه ايران منعتها، ايران جت منعتها في وقت من الاوقات وشايفها انها حاجة كويسة. غريب طبعا منعها في ايران. بعد ما يفوز يجي مجموعة عايزين ياخدوا منه الطيارة دي بالقوة، فيجي حسان يدافع عنه، امير ينهار وتخور قواه وحسان يقع في الارض ويتم اغتصاب حسان بسبب دفاعه عن صديقه. من هنا يعاني بعد كده حسان هيقتل على يد طالبان بينما امير في امريكا. فامير عايز يرجع افغانستان عشان ياخد واحد اسمه سهراب اللي هو ابن حسان اللي بيعاني من اضطهاد ياخده معاه امريكا. الحقيقة ان الرواية هنا يعني الرواية دي طبعا إيزابيل الليندي، إيزابيل الليندي يا جماعة واحدة يعني إيزابيل الليندي دي واحدة من أهم الروائيات في العالم. يعني أنا ما أعرفش ليه هي وهاروكي موراكامي وخالد، لا خالد حسين لسه شوية يعني عنده ثلاث روايات، لكن ليه ما خدوش نوبل لحد دلوقتي هاروكي موراكامي؟ إيزابيل الليندي واحدة من أهم أديبات أمريكا اللاتينية. هي كاتبة على الرواية بس يعني جت في بالي قصة صغيرة لازم تقروا إيزابيل الليندي، عندها روايات عظيمة من بدايات أعمالها. حتى باولا الرواية اللي كاتباها عن بنتها لما كانت قاعدة جنبها في المستشفى تكتب تسرد بشكل عظيم جدا. طبعا لها قصة اللي ضحكني افتكرتها، كان الشاعر العظيم بابلو نيرودا. بابلو نيرودا كانت إيزابيل الليندي مذيعة أطفال وصحفية حوادث، يعني كانت تشتغلش أدب. فبابلو نيرودا عزمها على سمك في على البحر كده في خيمة أو قاعدة بتاعته، راجل عجوز، فراحت سجلت جابت الكاسيت بتاعها وعملت انترفيوز مع بابلو نيرودا. بعد ما سجلت الحوار، الشاعر العظيم طبعا، بعد ما سجلت الحوار مع نيرودا فبتقول له لا ما سجلتش الحوار يا رب. بعد ما اكلت السمك جابت الكاسيت راحت تشغله، قالت له هنبدا امتى؟ قال لها هنبدا ايه بابلو نيرودا لايزابيل، هم بيسموها يندي او الليندي، عمها طبعا سلفادور الليندي، مش هخرج عن قصه نيرودا. طيب فبيقول لها بعد ما عزمها على سمك واكلت في الخيمه بتاعته بتقول له ها هبدا ادوس على الكاسيت اسجل الحوار. لا حوار ايه؟ قالت له انا جاي معاك حديث صحفي للمكان الجورنال اللي بشتغل فيه. قال لها يا بنتي اكسبت من الكلام الفاضي ده، انت عندك خيال عظيم، عندك اسلوب حلو في الكتابة، تصلحي روائية، اكتبي ادب وسيبك من الصحافة. وبالفعل كانت هذه البداية لتكون ايزابيل ليندي واحدة من اعظم. حتى عايز اقول للبنات عندها كتاب مش فاكر اسمه بس عن الطبخ، افروديت تقريبا، بتربط الطبخات بالحياة الخاصة بالعشق بالحب. إيزابيل واحدة من الروائيات العظام يعني. عماس الفاتور الليندي اللي هو حصل الانقلاب بتاع بينوشي عليه في تشيلي، بتقول عن رواية خالد حسيني إنها قصة لا تنسى تظل معك لسنوات، إنها قوية لحد جعل كل ما قرأته بعدها ولفترة طويلة يبدو لي بلا طعم. طبعا ببلشر زويكلي نشرة إنه مذهلة، ينظر أن تجد كتابا يناسب أوانه لهذه الدرجة ويحمل في الوقت نفسه تلك القيمة الأدبية العالية. نيويورك تايم بوك ريفيو في اختيارها للكتب بتقول قصة شيقة ومفعمة بالحياة تذكرنا بالكفاح الطويل لهذا الشعب. خلينا نكمل. فيجي يرجع البطل اللي هو أمير بطل الرواية ياخد سهراب ابن صاحبه حسان اللي أنقذه بتاع الرواية. بتستعرض الصراع بين قبائل الهزارة الشيعة وقبائل البشتون السنة في المجتمع الأفغاني، نظام الشيعة والسنة، لكن الشيعة هو صراع إسلامي إسلامي، الهزارة اللي هم أكثر فقرا حسب الرواية وبؤس واضطهاد وضياع غير البشتون السنة. سهراب بيروح مع أمير لأمريكا هربا من الاضطهاد ويلعب بالطائرة الورقية كما كان حسان بيلعب بيها. هذه الرواية وأنا بدعوكم تقروها بتكشف أن أفغانستان ليس هي ما تنقله لنا قنوات الأخبار من معارك سياسية وعسكرية، وأنه مهما كانت الاختلافات العرقية والدينية فإنه بإمكان طفلين
انهم يتصادقا يبقوا اصدقاء. ليه؟ لتخبرنا ذكاء الكاتب انه بامكان مجتمعين انهم يتعارفا، بامكان العالم ان يتالف مع بعضه البعض رغم كل الاختلافات. وربما هذا ما يحدث داخل الولايات المتحده. قلت لكم رغبه اغلبيه الشعب الامريكي انها تايد بايدن انه ينسحب من افغانستان. هذه الروايه عبرت عن المشاعر الصادقه لابن خادم مع ابن رجل ارستقراطي، وبتؤكد انه بامكان العالم والدول الغنية والفقيرة أن تتعايش. أمير ابن الأرستقراطي بتنتاب مشاعر داخلية ومونولوج من حديث للنفس والضمير لا ينتهي من حيث يحاول تبرير لنفسه، يحاول هرجع مش هرجع. وفي حديثه لأبوه وصديقه صراع بين واقع بيعيشه وحلم عايز يبدله أو يبدل بالواقع ده. طيب الرواية الثانية، معلش أنا يعني بسرعة بستعرض معاكم، هي رواية ألف شمس ساطعة. ألف شمس ساطعة هي وعداء الطائرة الورقية، الروايتين دول باعوا أكتر من 38 أو 40 مليون نسخة. حقيقة كمان طبعا الرواية حوالي سامي 543 صفحة. الرواية طبعا مدهشة في الكتابة، بتتكلم عن البطلتين، بطلتين من جيلين مختلفين، مريم وليلى، عن الأفكار، عن الحب، عن العائلة، عن الفقد، عن المجتمع، عن الشيوعية لما تحكم، عن الإسلام لما يحكم، عن الاتجاهات المختلفة، عن الثورة اللي قامت في أفغان لما مسك نجيب الله وقتلوا محمد ولد إيه، هجيب لكم اسمه دلوقتي، اتقتل علشان واتضرب القصر الرئاسي وتحاوط أعدم 15 من عيلته ومسك نجيب الله الحكم في أفغانستان. هذا الصراع كله، هذا الصراع الرواية دي بتلخصه بأسلوب أدبي فريد، ترجمة طبعا إيهاب عبد الحميد برضو. فطبعا ألف شمس ساطعة، الفاينانشال تايمز وصفت الرواية دي بأنها نصر أدبي، وتناولت 30 عام من تاريخ الأفغان، قصة العائلة والصداقة والإيمان والحب. مريم وليلى اللي هما البطلتين بتوع الرواية دي، مريم كان عندها 5 سنين، هي ابنة غير شرعية لأب أسكنها وأمها بعيد عن زوجاته، المعلم اتجوز وبتاع كذا واحدة فخلاها بعيد في مدينة اسمها هيرات. وتتوالى الأحداث بعد كده، أمها أو والدتها بتموت ومتلاقيش بجوارها غير المعلم الملا فايس الله، لكن ما تلبث انها ترجع لبيت والدها فيزوجها من واحد صديق لي اسمه رشيد. والله فتحت جت على رشيد اهي، يجوزها من واحد صاحبه اسمه رشيد بيشتغل في صناعه الاحذيه بتاع جزم يعني، وتنتقل لتعيش معاه في كابون، تعيش حياه كانها في سجن. القصه اللي حكيت لكم عليها دي كانت تقريبا 17 ابريل 1978، عثروا على رجل يدعى مير أكبر خيبر. مير أكبر خيبر عثروا عليه مقتول، لقوا مقتول ده يساري وشيوعي معروف، تقوم مظاهرات تجتاح شوارع كابل. اتهم أنصار الرجل ده الرئيس داود خان في أنه قتل هذا الرجل، فإذا بالطائرات الحربية تغطي سماء كابل وتبدأ قنابل الدخان بتاعها يملى السماء ويتم ضرب قصر الرئاسة وحصاره. القوات الخاصة للرئيس محمد داود خان تستسلم ويدخلوا القصر، يتولى نجيب الله الشيوعي الحكم. طبعا هو بيعدم وبتاع، بيتقتل الرئيس ويمسك نجيب الله. مريم بتتعرف على جارة ليها اسمها فريبة. فريبة دي بتتعرف عليها عندها بنت اسمها ليلى اللي هي البطلة التانية اللي هي من جيل تاني خالص. طبعا الأحداث السياسية بعد حرب داروس بين السوفيت وطالبان، وصلنا ربع ساعة عايزين نخلص. حرب داروس بين طالبان والسوفيت، المجاهدين بيوقعوا معاهدة اللي هي المعاهدة السلام الشهيرة اللي اتعملت سنة 1988، لأن السوفيت خرجوا من أفغانستان 89 فالمعاهدة قبلها بسنة. تضيع طبعا ليلى المثقفة الحالمة زي العديد من النساء الأفغانيات وقت ده، وكانت مآسي عملوها طالبان قبل 20 سنة، لا أحد ينكر هذه المآسي طبعا وإلا يبقى بيزيف التاريخ أو بيخدع الناس. عملت طالبان مآسي بحق المرأة الحقيقة. على الرغم تليفون رن بقى معلش، لكن على الرغم من المآسي، نعمله سايلنت يلا، على الرغم من المآسي في بلد دمر في أغلب الحقب اللي مرت عليه جراء الاحتلال والديكتاتورية والطغيان والتحكم في الشعب إما باسم الشيوعية أو باسم الدين، هذا الشعب الضائع باسم الصراع السوفيتي الأمريكي، لأن خالد حسيني بيمنينا بالأمل في غد أفضل
قدر إيهاب عبد الحميد بالترجمة المميزة أن ينقل مشاعر الأبطال، خلاجاتهم، ألمهم، وده عن الإنسان المعذب تحت وطأة من يريدون. إعادة العبودية، عبودية ممكن تبقى باسم الشيوعية، ممكن تبقى باسم الدين. الحقيقة يعني أنه الآخر الاستبداد ممكن يرتدي أي زي يبقى موجود بيه. طبعا نتمنى أن تكون طالبان اللي موجودة دلوقتي من خلال ذبيح الله المتحدث الافغاني في المؤتمر الصحفي اللي شفناه النهارده، يمكن بيتكلم ان المراه تاخد حقوقها في التعليم. قبل كده كانوا بيمنعوها انها تخرج، انها تمارس حياتها، عبادتها، تعليمها. فاظن ان الدنيا مختلفه. هم بيقولوا انه هيمنحوا المراه والاعلام حريه تحت الاسلام او تحت الشريعه الاسلاميه. لنرى المستقبل ماذا يحمل لهذا الشعب الافغاني. والله انا كنت عايز اكمل معاكم الرواية دي فيها احداث مهمة جدا، ورواية كمان رددة الجبال الصدى، لكن دلوقتي احنا داخلين اهو في 20 دقيقة ولا حاجة. لكن هذه الرواية انا مدعوكم تقروها، لانها عن بطولات والتضحيات اللي بتبذلها المرأة عشان تحمي عائلتها، تحمي نفسها، تحمي اسرتها عن المقاومة، عن الصمود. الحقيقة انها قصة الزمن الذي لا يغفر، الصداقة التي تنشأ بعد خصومة ولكن يتسامح فيها ويترك الناس تتسامح وتتعايش، وهي عن الحب الذي يصمد أمام أعتى الرياح. هي قصة هذه المرأة اللي تزوجت من هذا الرشيد صديق والدها اللي بيكبرها في السن وخلفت منه، وبعد كده مات الطفل، أو يعني ما اكتملش الطفل، من تقريبا مات في قبل الولادة. هذه المأساة خلته يعملها معاملة سيئة ويعيشها في عيشة بشعة، خلاها تتحول في حياتها تماما، وتقابل ليلى وتعيش هذه قصة ليلى كمان حدوتة تانية. لازم تقروا الرواية، صعب الواحد يتكلم عن رواية، بس أظن الوقت ده كويس إن احنا نكون معاكم ونتكلم عن أفغانستان والأحداث، ولكن بعيدا عن السياسة. ليلتكم زي الفل. شكرا.